بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكروا هذا المنبر الاعلامي هذا اللي جا به ازرنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه، وتنستنكروا واحد القرار اللي هو صدرته وزاره النقل بحق هذه التريبورتورات، يعني المحركات ثلاثيه العجلات. علاش؟ لانه كاين استثناءات يكون فعلا مع هذا السيد الوزير بانه راه كاينين موتر دخلوا ديال المعاقين، وهاد المعاقين هادو راه ما تهزوش لها ما تهزو والو ما حتى حاجه. حنا تنمارسوا المهنه ديالنا منذ 12 عام وحنا في ساحه جامع الفناء، وتنمارسوا بواحد 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 الدقه واحترام الناس، وتنوصلوا الناس المعوزين، وتنوصلوا السياح اللي كبار، تنوصلوا من الرياضات بحكم المدينه ضيقه، وداك الشيء هذا التوك توك هو اللي تيخدم تيوصل السائح حتى للدار، وتيخرجوا حتى لجامع الفناء، تيخرجوا تيقضي الامور ديالو تيمشي فرحان، وما عمرو كان عندنا حنايا شي ريكلاماسيون او كانت عندنا شي حاجه عند شي حد في الدراري. وهاد الدراري كلهم هما ولا وليدات، كلهم اللي عنده خمسه عنده اربعه عنده سته، وتنشدوا صاحب الجلاله هو اللي غادي يشوف معنا في هذه القضيه. وحنا راه وصلتنا العظم، راه هاد الناس هادو راه ما بقى عندنا حنا ما نصيروا لا في الدار لا والو، لا ندخلوا المدرسه، هو باقي عندنا حنا الكتب باقي ما شريناهمش، التقياد مازال ما شريناهمش، كاين الاغلبيه فينا ما ضحاش، الاغلبيه فينا مسكين مهلوك، واحد هو فينا دابا في السبيطار مولفين تنتعاونوا بعضياتنا وتنجمعوا اللي مريض فينا، ها هو مسكين مرمي دابا في السبيطار ما لقى اللي يشري ليه حتى ليكوش، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا سيدنا هو اللي غادي يشوف في هذا الامر هذا، والله يحفظ لنا هو والاسره العلويه، وشكرا اخي. تحيه لهذا المنبر الاعلامي اللي كيتنقلوا عندنا باش ينقلوا الهموم ديالنا. احنا شريحه المعاقين اصحاب التوك توك معروفين بساحه جامع الفناء، معروفين بمدينه مراكش، معروفين على المستوى الوطني، معروفين على المستوى العالمي. هادو اشخاص معاقين في وضعيات اعاقه مختلفه، واحنا في دوله الحق والقانون، اقولها واعيدها، دوله الحق والقانون، والمعاق داخل في اضراب مفتوح امام باب الولايه لليوم السادس، ولا من محاور، ما كاينش واحد اللي خرج عند هذه الفئه هذه باش يقعد معاها ويجلسها ويحاورها وتصنت المعاناه ديالها. هذه الفئه هذه اللي عندها مسؤوليه، عندها اسره، تبعها مصاريف، تبعها مجموعه من المسائل، في ظل هذه الوضعيه وضعيه كورونا اللي كيعاني منها العالم، اللي كيعاني العالم من التبعات ديالها الاقتصاديه والاجتماعيه وكل الافات. وهذا المعاق هذا قاعد وكيطلب حقه بطريقه سلميه بطريقه حضاريه، ولا من مجيب ولا من محاور. وبهذه المناسبه كنجددوا النداء ديالنا من خلال هذا المنبر للجهات المسؤوله، كنجددوا النداء ديالنا للجهات المسؤوله باش تدخل وتحاور هذه الفئه هذه وتستمع ليها، هذه راه حاله انسانيه، ويتدخلوا ويديروا شي حل لهذه الفئه هذه. وتحيه خويا، وتحيه، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك المدافع الاول عن المعاق، واللي كيتبنى قضيه المعاق. هذا تناقض في الامر، ملي كنلقاو اعلى سلطه واعلى هرم في الدوله كيهضر باسم المعاق وكيدافع عن المعاق، ولكن احنا على المستوى الواقع راه المستوى الواقع راه مهلوكين، راه منهوكين، راه ما كاين شيء. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.